انت واخد بقى الخطوه الثانيه، انت واخد قرار ولا الاهلي هو اللي كان واخد قرار ان امير ما يكملش خلاص؟ لا انا اتسالت ساعتها على فكره من المسؤولين في النادي ان انا انت عايز تكمل ولا عايز تعمل ايه؟ قلت لهم بصوا يا جماعه انا دلوقتي كابتن حسام حاصل بيني وبينه تاتش وهو مدير فني كبير دلوقتي في النادي، فانا بشيل عنكم الحرج لان انا ما ينفعش اتحط في، ما ينفعش اللاعب يتحط في كفه والمدير الفني يتحط في كفه ان انت تمشي. كانت سنه كام ده يا كابتن امير؟ كانت 2010. اذا الكابتن امير عبد الحميد يقدم اعتذاره على الهواء مباشره للكابتن حسام البدري بعد مرور 10 سنوات. ده اعتذار ولا اعتذار ايه؟ السنين الطويله دي كلها اعتذار الاحبه. بص يا ابراهيم والله انا يمكن قابلت كابتن حسام في كذا مره وتعاملنا عادي جدا. انا بعد التحقيق على طول اعتذرت له قدام النادي كله في اوضه اللبس على فكره، ودي حاجه برده ما حدش يعرفها. وبعدين اتكلمت عنه برده قبل كده كتير وشرحت، ولكن انا فعلا مع الايام مع الواحد بياخد خبرات بيعرف كويس قوي ان المدرب يبقى عليه ضغوطات كبيره جدا واللاعب نفسه يبقى عليه ضغوطات كبيره جدا. يمكن انا موضوع الحاضر ده لو ما كانش حصل ما كانش هيبقى عليه ضغوطات جامده، لان انت خلاص انت لعبت وكنت كويس وشاركت وخلاص بقى انت خلاص يعني بتاخد خطوه جامده. صحيح. فجاه لقيت نفسك محتاج ترجع تبقى محتاج كله حواليك. هو ده اللي انا بتكلم فيه. حتى اول لقاء ليا مع كابتن حسام قال لي امير ما تمشيش انت هتفضل معايا وانا اللي عايزك وانت اللي هتشيلني في النادي. اول لقاء ليا حتى كنت ساعتها عندي عمره رايح عمره فقال لي امير انت اعمل حسابك ان انت مش هتمشي، انت معايا وهتشيلني، عندنا بطوله في المانيا وعندنا بطوله في لندن قويه جدا فيها برشلونه وفيها كذا وكذا وكذا. ده في الاول خالص اول يوم. لكن لما حصلت المشكله ديت وانت اعتذرت له وبتقول لي لاول مره بتقول ده انك اعتذرت للكابتن حسام في غرفه الملابس وامام اللاعبين وامام الجميع، ما قالكش خلاص امير اقعد وخلاص مفيش مشاكل ولا انت؟ لا ما كانش ينفع. كان في عقوبه عليك لمده 3 شهور. كان في عقوبه ان انا اتعمل معاك تحقيقات. موضوع التحقيقات ده انا اول مره اسمعه. انا عارف ان اتعمل عليك عقوبه لان ده كان معلن. كان في مستشار قانوني كان موجود في النادي واتكلمنا. بس هو كان عنده اول مره اشوف يعني ايه دخل التحقيقات بلعيب. يعني هو انتوا في كده في يعني خلي بالك تقريبا اعتقد ان تقريبا الحضري بعد ما رجع كان في تحقيق باين او حاجه كده. مش مع الحضري عشان كان مشي ساب النادي وانا عشان كان في حصل تاتش بيني وبين كابتن حسام، فكان في الموضوع كان عشان الموضوع كان كبير بس اتلم طبعا يعني ناس كتير ما كانتش عارفه الموضوع ده لان طبعا المسؤولين في النادي ساعتها كلموني قالوا لي امير ما تتكلمش في اي اعلام، ما تتكلمش في اي حاجه. وانا اتعودت من النادي الاهلي من واحنا صغيرين ان انت لما يكون في مشكله احنا بتبقى في الاوضه ما تطلعش بره. وده اللي انا كمان من خلال ان انا مسؤول في النادي الاهلي بنقله للولاد ان لو في مشكله او في مشاده او في حاجه بخلصها جوه الملعب. اتعلمت الحاجات دي كلها. قفل على القصه عشان الفريق بالظبط ونحل. ما انت خلي بالك لما تحصل مشكله انت عايز تحل، هتحل بايه بقى؟ في كذا طريقه. فانا ساعتها كان حسام تقريبا طلب او المسؤولين طلبوا ان انا يبقى في تحقيق. فانا جاي اول قعده في التحقيق لقيت ان انا ابو لهب بقى. ابو لهب ان انا بقى ايه انا صاحب الكارثه وصاحب المشكله. امير ابو لهب فغريبه بالنسبه لي ان انا لقيت مستشار قانوني بيتكلم بقى اللي انت عملته. فانا قلت له طب واحده كله واحده اديني فرصه ان انا كمان اتكلم. قلت له لا انا الموضوع كله خلي بالك مشده. قال لي طب انت مشده يحصل كذا كذا وتعمل كذا كذا. قلت له طب يعني دخلنا بقى في نقاش. كراسي اتكسرت؟ لا خالص. ساعتها مع بس ما فيش كراسي. كانت احنا كنا في طرقه خد بالك. ايوه يعني الموضوع كله كان كلام بيني وبين كابتن حسام وخلاص زعيق بس وبتاع والموضوع انتهى. ولكن كان في عصبيه قويه بيني وبينه وانا كنت عصبي ساعتها. فزي ما قلت لك انا ودار بيها الزمن عمري ما هعمل ده احتراما لكابتن حسام، احتراما للنادي الاهلي، احتراما لجمهور النادي الاهلي، المسؤولين في النادي الاهلي وزمايلي. لكن انت شفت مين عمل كده قبل كده في الاهلي؟ بص هو في اي نادي بيبقى فيه شده. في اي نادي فيه شده. شفت مين قبل كده في النادي الاهلي عمل كده؟ ما اعتقدش ان الامور وصلت كده مع حد تقريبا. لكن كان في كذا حد عنده برضه سوء تفاهم مع كابتن حسام ونجوم كبيره نفس الاوضاع. بس انا كنت ساعتها زي ما قلت لك ان انا كنت مضغوط لان انا انت شكلك ايه كنت مضغوط جدا وحد كان بيسخنك كمان. ولا اي حد انا رايح واخد شنطتي عشان رايح المعسكر ومفروض ان انا اتحط في السكور قلت لي في كذا حد كان عندهم سوء تفاهم مع كابتن حسام. مين وكان حوالين ايه؟ هي كانت باينه يعني النهارده ابو تريكه مثلا بعديها اعتقد كان في تريكه دخل في الموضوع وفتحي تقريبا بلال متعب بلال دي اللي بانت قوي قدام الناس
في التغييره الاخيره لاحمد بلال في مشواره مع النادي الاهلي اعتقد وكان طبعا متعب بعد كده ومتعب طبعا طلع اعتذر نفس الموضوع. قلت لك ان الواحد لما بيفكر وهو لاعب غير لما بيفكر وهو مسؤول او هو خارج المستطيل الاخضر بعد ما بيبطل. ف يعني كل الناس دي ظلمت الكابتن حسام البدري عايز تقول؟ بص هي ظلمت واتظلمت في نفس اللحظه لان خلي بالك ان هي كانت للاعيب مش ان هو عايز يعمل مشكله ولا كابتن حسام نيته انه يعمل مشكله. هو انت دلوقتي كابتن حسام عايز هو شايف من وجهه نظره حاجه معينه وانا كامير او متعب او غالي او غيره عايز العب عايز العب اخو عارف دايما عارف دايما هي ايه المشكله؟ المشكله ان المدير الفني دايما بيبص على ال 30 لعيب وعلى مصلحه التيم. اللعيب بيبص دايما على مصلحته بس يعني بيبقى هو عايز يلعب زي ما انت بتقول هو عايز يلعب لكن هو الراجل بيبقى دايما عينه على ال 30 فاحيانا لازم يحصل. انا معاك يا ابراهيم بس في حاجه ما ينفعش النهارده ان انت تكون راجل اساسي ومكسر الدنيا وبلا مبرر تقعد بلا مبرر ما ينفعش. لا انت كنت تسهر مع حمادي معانا تسهر مع حمادي يعني تلاقي نفسك انت دخلت في سكه ثانيه انت مش فاهم. ما هو انا راجل جيت واخد شنطتي ثاني يوم رايح معسكر فمش فاهم الحوار لقيت نفسي بره السكور. طب انا بفهم الناس انا او عايز افهم من الناس انا بره ليه بادب.